صح، به المنتجبین این سفر بتونیم زبان گویای مردم عزیزمون باشیم، مردم انقلابیمون. این میدان دیگه By no means this arena is no longer only arena for words, should not be only for words and declaration of position. It should be an arena for action and movement. Today, the unity of the Islamic nation and the unity of Islamic countries is very important. One of the reflections of this summit will be this unity of Islamic countries. Americans have stated in their statements that we do not want the war to expand. They send messages to us and the other countries that the war should not expand. به ما هم پیغام میدن، به بعضی از کشورهای دیگه هم پیغام میدن که دامنه جنگ گسترش پیدا نکنه. Well, this statement is in no way compatible with their actions. The Americans have provided the fuel for this war machine in Gaza that is committing crimes. The war machine is in America's position. America is the one blocking the ceasefire in Gaza. America is the one expanding the war. The root of all this corruption is America. و اون که جلوی آتش بس رو گرفته امریکایی ها هستن، اون که داره دامنه جنگ رو توسعه میده امریکایی ها هستن، ریشه همه این مفاسد امریکایی ها هستن. المملكة العربية السعودية في تجمع ما بين القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية السيني إلى مقر القمة العربية الإسلامية. إذن المواقف كما تحدثنا أنها ثابتة، هناك مبادرة السلام العربية التي كانت المملكة من قدمت هذه المبادرة وسعت أيضا إلى المستوى الدبلوماسي، إنما على أيضا مستوى الحراك والدعم الشعبي ليصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية. إذن في هذه اللحظات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدا في الرياض. هذه اللقطات التي تجمل عمل الدولي، شاهدنا ذلك من خلال تأكيد خادم الحرمين الشريفين على مركزية القضية الفلسطينية أثناء توجههم إلى مقر انعقاد القمة. أيضا في هذه اللحظات إذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انعقاد القمة العربية الإسلامية التي تعقد في الرياض، قمة التضامن مع فلسطين، وإذانا بانطلاقتها بعد لحظات أو ساعات قليلة من الآن وأقل من ساعة. إذن في هذه اللحظات رئيس سمو الشيخ تميم بن بلاده أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة العادية والتي تعقد تضامنا مع الشعب قد في الرياض. إذن مشاهدينا في هذه الصورة الرئيس المصري عبد الفتاح، إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر عن الاستمرار للإسلامية والعربية إلى مقر انعقاد القمة العربية المشتركة غير العادية، وولي عهده كذلك يصلان إلى مقر انعقاد القمة العربية. جلالة الملك عبد الله الثاني في هذه اللحظات وهذه الصور. إسلامية ولتكون موحدة لتوحيد الجهود والرؤى والمواقف تجاه القضية الفلسطينية.